بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، مما علمنا إياه الشارع في معاملة الله سبحانه وتعالى أن السماء إذا مسكت مطرها وأن المصائب إذا نزلت علينا أن نجأر إلى الله ونتوب ونستغفر ونرجع إليه سبحانه وتعالى في علاه ليرحمنا سبحانه وتعالى في علاه. فإذا اجتمع المؤمنون على هذا رفع الله تعالى عنهم. وفي هذه الأيام وفي هذا الشهر المبارك شهر رجب الشهر الأصب الشهر الحرام، استحسن العلماء أن الإكثار من التوبة والاستغفار إلى الله سبحانه وتعالى في علاه. والله سبحانه وتعالى يقول: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وجاء الأمر بوصف الجمع وهم يستغفرون. فإذا استغفرنا وتبنا إلى الله سبحانه وتعالى رفع الله تعالى عنا هذا البلاء. هذه دعوة الأنبياء لأممهم. يقول هود عليه السلام وقال كما حكى الله سبحانه وتعالى: وقال يا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. وسيدنا نوح كذلك: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وطوبى لمن وجد في استغفاره أو وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وكذلك أمرنا الله تعالى بالتوبة عن الأمة وعن بعضنا البعض. فالله سبحانه وتعالى يقول: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا من استغفر للمؤمنين والمؤمنات آتاه الله تعالى بكل مؤمن حسنة. فلذلك في على عادتنا في اجتماعنا على حملات في الذكر لله سبحانه وتعالى في هذا الشهر سنجتمع بإذن الله تعالى على حملة نحث فيها أنفسنا على الكثرة الاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، ونجمع هذا العدد حتى إذا كان آخر هذا الشهر أو في ليلة المعراج نرفع توبتنا واستغفارنا إلى الله سبحانه وتعالى في علاه. فالله الله في أن نستغفر الله كثيرا، وفي أن نتوب صادقين، وفي أن نستغفر لأنفسنا ولآبائنا وأمهاتنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وأن ننوي بذلك الفرج عن الأمة ورفع هذا الضيق وهذه الغمة عنا وعن المسلمين أجمعين. فجزى الله كل من يشارك معنا، كل من يضع قلبه على قلوبنا حتى نضع قلوبنا على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان يقول: إني لأستغفر الله في اليوم والليلة 70 مرة. وسمعوه في مجلس واحد يتوب إلى الله 100 مرة، عليه أفضل الصلاة والسلام. فالله الله في الهمة الصادقة في الإقبال على الله سبحانه وتعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.